Hello, Kiji. This is my body. This is my body. This is my hands. This is my hands. This is my eyes. This is my eyes. This is my mouth. This is my nose. This is my ears. This is my ears. Hair.Ear, eye, nose, mouth, hand. تعالوا كده بقى يا كيجي نعملنا كده ريفيجن بسرعة على Parts of the body. طب تعالوا احنا بنكمل Unit 2 اللي اسمها My body. تعالوا كده هنكمل مع بعض.ناخد الحدوتة بتاعتنا بيقول لي هنا listen and point تعالوا نشوف بقى يا ترى الحدوتة النهاردة بتاعتنا هتبقى فيها ايه بصوا كده حبايبي معايا في اول صورة بيزي بي هتنده على ادم ودينا وتقول لهم يلا تعالوا معايا عشان نلعب لعبة جميلة لعبة ايه يا بيزي بي هتقول لهم touch your body اللي هي لعبة touch your بعد كده كل شوية هتقول لهم touch your nose وهم كده يحطوا ايدهم فين عند بقهم بس هي هتعملها زي مسابقة هتدي كده order او امر لمين لدينا وتشوفها هتلمس صح ولا غلط وبعد كده ادم وعملت لهم كمان ايه عملت لهم كده دي علشان ايه علشان تشوف مين اللي هيفوز فيهم مين هيبقى شطور وهيفوز فيهم تعالوا كده فأول صورة هنا اللي بيحصل بيزي بي هتنده عليهم وتقول لهم Come on, let's play a game. أدم ودينا طبعا مبسوطين خالص بيحبوا اللعبة هيقولها ايه؟ هيقولها اوكي بعد كده بيزي بي هتقول Touch your nose هتقول لدينا ايه؟دينا اهي بيزي بيها تقول لها touch your nose بسرعة دينا عملت ايه حطت ايديها عند مناخيرها قامت بيزي بيها قالت لها yes well done Dina one point for Dina تعالوا كده نشوف one point for Dina اهو one point حطينا one point نقطة لمين نقطة لدينا طيب بعد كده ايه اللي هيحصل بيزي بي هتقول للآدم ايه ها touch your eyes عمل ايه بسرعة آدم ها حط ايده عند عينه قامت قالت له well done آدم one point for آدم هتحط كمان point لمين لآدم اهو كمان one point for آدم طب بعد كده هتعمل ايه number three هتقول ايه هتقول لدينا touch your mouth دينا بسرعة عملت ايه حطت ايديها على بقها بيزي بي هتشجعها وتقول لها well done دينا one point for دينا هتقول لها برافو عليك يا دينا انت كده كمان هتاخدي كمان one point يبقى كده تعالوا عدوهم معايا one two يبقى كده two points for دينا وآدم one بس طب تعالوا نشوف كده نكمل بعد كده هتقول ايه touch your hair ادم هتقول الادم touch your hair ادم هيعمل ايه بسرعة يحط ايده فين هيلمس راسه هيلمس شعره هتقول له well done ادم one point for ادم one point كمان point ahead for ادم يبقى كده ادم جاب واحد هنا واحد هنا وبعدين جاب واحد هنا واحد هنا يبقوا الاثنين كده قد بعض صح طب تعالوا كده نشوف نكمل بعد كده في الصوره نمبر 5 بيبصوا على ايديهم هما الاثنين لو ايديهم مش نظيفه خالص يا نهار ابيض ايه ده بيزي بي بصت عليهم قالت لهم يا نهار ابيض ايه ده هي الاول بتقول لهم سقفوا لنفسكم clap your hands well done Dina and Adam
هي كده قالت لهم يلا سقفوا لنفسكم عشان انتوا الاثنين شاطرين. بعدين بتبص او نو يور هاندز ار ديرتي ديرتي. بص ايديهم مش نظيفه ازاي؟ ديرتي. ايديهم مش نظيفه ديرتي. هتقول لهم ايه؟ اتس هاني كوم اون ليتس واش اور هاندز. بصوا العسل لزق في ايديهم ازاي. بسرعه هتقول لهم ليتس واش اور هاندز. ليتس واش اور هاندز. عملوا ايه؟ راحوا بسرعه عند الحنفيه عشان يغسلوا ايديهم. طب تعالوا بقى نشوف. بصي كده على على البنوته الجميله الصغننه دي في الصوره الصغننه دي بتقول لي لوك اند ليرن. لوك اند ليرن. البنوته ديت بتعمل ايه؟ عايزانا نغسل ايدينا كويس. بصوا البنوته الجميله ديت بتغسل ايديها. بصوا شطوره خالص. برافو عليكي يا بنوته يا جميله انتي. طب يا ترى يا حبايبي يا حلوين مين فيكو بيغسل ايده؟ مين شطور وبيغسل ايده؟ ها انتوا كلكم شاطرين وبتغسلوا ايديكوا. طب يا ترى لما بتلعبوا بالصلصال بتغسلوا ايديكوا كويس جدا من الصلصال ولا بتاكلوا كده على طول بتروحوا تمسكوا اكل وتحطوه في بقكوا؟ ويا ترى لما تلعبوا بالالعاب بتاعتكم بتغسلوا ايديكوا ولا برضو كده بتروحوا تاكلوا على طول وتحطوا ايديكوا في الاكل كده ولا تحطوا ايديكوا في اي حاجه؟ ينفع يا كيجي نحط ايدينا في بقنا حتى وهي مش نظيفه؟ ما ينفعش خالص. البنوته الشطوره ديت بتغسل ايديها. طيب يا ترى بقى كده احنا بنغسل ايدينا ازاي؟ اول حاجه لو انا ايديا دلوقتي عندي ميه وصابون هعمل ايه؟ هحط على ايدي شويه ميه وبعدين امسك الصابونه واقعد ادعك ايديا كده وكده. بدعك صوابعي كويس جدا جدا جدا. بدعك ايدي كويس جدا جدا وادعك صوابعي وادخل ايديا كده كده اهو كده كده. ادخل ايديا كده واعمل صوابعي كده عشان ايديا تنضف كده كده. واعمل كده وبعد كده اشغل الميه الحنفيه تغسل ايديا بالميه واشطف ايديا تاني كويس خالص بالميه كده يا كيجي. يبقى انا خدت الصابونه والميه وحطيتهم في ايديا وهبدا كده اراغيها. احط كده اعمل رغوه كده عشان ادعك بيها ايديا واقوم داعك ايدي كويس خالص خالص كلها كده وكده كده كده وصوابعي كده كده عشان لو فيها اي وسخه تطلع. وطبعا لازم ماما على طول تبقى بتعمل ايه؟ بتقصي ضوافري كويس جدا. يبقى هنا يا كيجي البنوته الجميله ديت بتغسل ايديها وبتعلمنا ان احنا لازم نغسل ايدينا كويس جدا عشان تبقى على طول نضيفه وما يجيلناش كده ميكروبات او جراثيم في جسمنا او يجيلنا فيروسات او نتعب. طيب ايه كمان؟ تعالوا بقى نساله كده بالانجلش. What can you see? What can you see in the picture? The girl البنوته. طب لو ادم يبقى the boy. The girl is putting her hands in the water and rubbing them together. Rubbing them together to wash them. البنوته الجميله ديت حطت ايديها تحت الميه وكده بتدعكهم في بعض عشان ايه؟ عشان تغسلهم عشان يبقوا نضاف وجمال. طب يا ترى يا كيجي مهم ان احنا نبقى بنغسل ايدينا؟ ايوه طبعا يا مس مهم جدا 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 ان احنا ننضف ايدينا على طول. وما ينفعش كده بقى انا في الفصل يا حبايبي يا حلوين بزعل خالص خالص من الاطفال. بنبقى في الفصل وبنلعب بالصلصال وبعد ما نخلص لعب بالصلصال نقوم بسرعه مطلعين سندوتشاتنا واكلينها. ينفع يا كيجي؟ او نطلع بسكوت او حاجه حلوه وناكلها ينفع؟ لا طبعا غلط جدا جدا جدا. لازم بعد ما كده اكل العب لازم اروح بسرعه استاذن ميس اقول لها لو سمحتي يا ميس عايزه اروح التويلت واخد بعضي واروح فين؟ اروح جري اغسل ايديا بالصابونه في التويلت. طب تعالوا بقى نكمل مع بعض هنا. listen and circle. listen circle and do. تعالوا هنا في اول صورتين هقول لكم على حاجه واشوفكم هتعرفوا تعملوها ولا لا. اول صوره هقول لك touch your nose. touch your nose. بسرعه احط ايدي فين؟ ها اكسلنت. احط ايدي عند مناخيري اهي touch your nose. نعمل هنا سيركل على مين؟ على دينا وهي حاطه ايديها على النوز بتاعتها. طيب تاني صوره touch your hair. touch your hair. touch your hair. مين شطور وعمل الاكشن ده؟ مين شطور وعمل كده؟ ها برافو. يبقى دي اهي touch your hair. طب دي اسمها ايه؟ touch your eyes. يبقى كده غلط. هعمل سيركل على مين؟ touch your hair. play a game. هنا الاطفال الحلوين دولت عاملين كده قاعدين مع بعض وبيلعبوا سوا.
دوت نشاط جميل خالص في الفصل، مدرسة ممكن تعمله مع الأولاد. هنعمل إيه؟ هنخلي الأطفال كده نقسمهم على مجموعات، وفي كل مجموعة هنخلي ولد أو بنت هم اللي هيقولوا الأوردرز. يعني إيه؟ البنوتة مثلا هم 4 أطفال أو 3 أطفال قاعدين على الديسك أو قاعدين على الترابيزة بتاعتهم، هنخلي كده هنمشيهم بالترتيب. البنوتة أول بنوتة مثلا هتقول، هتبدأ تقول لكل واحد فيهم touch your hand، الولد هيلمس ايده، touch your hair، touch your nose، touch your mouth. بعد كده هنبدأ نقلب الأدوار، البنوتة الثانية وبعدين الطفل الثالث وبعدين الطفل الرابع. وطبعا المفروض المدرسة تبقى متابعة الأطفال كويس جدا. يبقى ديت اللعبة بتاعتنا اللي هي اسمها ايه؟ touch your، touch your، touch your nose زي الولد ده، touch your ear اهي البنوتة اهي، او الولد ده ear اهي، touch your hair اهو، touch your eyes اهو، حط ايدينا الاثنين على الايز. طب لو قلت touch your eye، حط ايدي على عين واحدة، لو قلت touch your eyes يبقى حط ايدي على عينيا الاثنين. طيب احنا كده خلصنا، وكمان ممكن نلعب اللي هو اسمه touch teacher says touch your، كل طفل يبدأ كده يعمل ايه، يشاور على الحاجة اللي المدرس هيقول عليها. طبعا ياريت ما تنسوش تدوسوا على اللايك. هنا اهم حاجة الصفحة دي اسمها my body، الفوكابلوري اللي عندي واللانجوج والفونكس واللايف سكيلز وبقية الحاجات المفروض الاطفال يبقوا متعلمينها في الدرس في اليونت دي. بس اهم حاجة طبعا لازم نركز على الفونكس، عشان ديت اللي هتساعدنا ان احنا نبدأ نقول نقرأ ونكتب اي كلمة حتى لو كانت جديدة علينا. يبقى لازم نبص دايما على ايه؟ على الجزء دوت من بتاع اليونت، الصفحة دي. طيب يبقى احنا هنا هنلعب لعبتين اللي هي teacher says، او ان انا قاعد الاطفال في جروب وكل طفل فيهم هيدي order لصحابه. هنا story اسمها the body game، the body game، touch your، touch your. طيب الأسئلة المفروض كنا نعرفها المرة اللي فاتت، what أو who can you see in the picture، what أو can، what أو who can you see in the picture، touch your، count your، touch your أي حاجة، touch your head، touch your hair، touch your nose، touch your mouth، touch your hand أي حاجة، count your ابدأ بقى عدهم، count your hand، count your head hair، count your hair هتبقى صعبة، count your mouth، count your nose، count your eye، what is this، it's a، what is this، it's a. بعد كده اللعبة بتاعت teacher says touch your، ودي الستوري اللي عندنا اهي. come on let's play a game، هما دينا وادم يقولها اوكي. بعد كده touch your nose، yes well done Dina، 1 point for Dina، touch your eyes، well done Adam، 1 point for Adam، touch your mouth، well done Dina، well done Dina، 1 point for Dina، touch your hair، well done Adam، well done Adam، 1 point for Adam، clap your hands، clap your hands، نبدأ نسقف، well done Dina and Adam، oh no your hands are dirty، your hands are dirty، ايدكم مش نضيفة، it's honey، come let's wash our hands. طيب احنا كمان في حاجة ممكن نعملها في اللعبة دي. احنا اول حاجة عملنا 1 point for Dina وادم ما كانش لسه عمل حاجة، بعد كده 1 point for Adam. طب لو ادم كده كان خسر وما كانش، يعني مثلا دينا كانت هتجيب 1 وادم 1 وبعدين دينا رجعت جابت 1 وادم ما جابش حاجه، ممكن نستغل لعبه زي دي في ان احنا نعلم الاطفال اكبر منه واصغر منه ويساوي ازاي. تعالوا كده نعد 1 2، دينا كده عندها 2 points، ادم عنده كام بوينت؟ 1 point، يبقى كده مين الاكبر؟ ها دينا، greater than ادم، دينا greater than ادم، جابت كده 2 points وادم جاب 1 point. ممكن نبدا نستغل العاب زي كده في ان احنا نعلم الاطفال الماس، greater than، smaller than، and equal. تعالوا بقى كده، كده خلصنا خلاص. لو كان عجبكم الفيديو واستفدتوا منه باي حاجه يا ريت ما تنسوش تدوسوا على اللايك،
وكمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو. لو بتشوفونا لأول مرة ما تنسوش تدوسوا على كلمة سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.